يمكن فريق الإعداد دلوقتي بيبلغنا خبرا مزعجا، الحقيقة وفاة اللاعبة حبيبة حسن لاعبة كرة اليد في النادي الأهلي، لسه عندها 20 سنة، توفت إسر حادث السير، ربنا سبحانه وتعالى. لا حول هي ولا قوة إلا مواليد بالله. 2000، فلاعبة كرة يد في النادي الأهلي ومنتخب مصر 2000 دي 17 سنة، 17 دي سنة تحت 18 سنة. آه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يتغمدها برحمته يا رب ويصبر أهلها بإذن الله تعالى.